حيدوا هذا الشيء هذا اول ان شاء الله تمشي المياه في مجاريها ما يكون غير خير والسلام. بعد النداء ديال الصحافة وهذا الموقع ديال اليوم كنشكرهم بزاف على هاد المجهودات اللي قاموا بها باش السلطات استوجبت يعني الساكنة يعني كانوا هنا في حالة خطيرة يعني على هاد الساكن اللي كان هنا يعني كان أين السقوط والحمد لله يعني على هاد الموقع 24 اليوم يعني قام بهذا المجهود وكنشكروه بزاف وكنشكروا السلطات الحمد لله دابا الامور بقات امنه هنايا يعني حتى الشباب هنايا يعني كيجوزوا في ارتياحيه ما بقاش يعني هذا الشيء كيشكل خطر على الساكنه الزنايق انت كتشوفهم صغارين الزنقه يعني سيتوا وكنشكروا بزاف السلطات والناس ديال الحي جزاهم الله خيرا والله يرحم الوالدين وشكرا بزاف والله ينصر صدنا والله يشافيه والله يخليه لوليداتو ويخلي المغرب كامل. أنا من سكان الدار هذه من عام 1964 وأنا في هذا الحي، ولكن هذه الدار هذه قديمة جدا، إنما فهمتي خطر كانت خطر على المواطنين هنا يعني الأولاد ديالنا في الخطر وهذه يعني ما كناش كنطلعوا نهودوا من هنا. دابا الحمد لله اللهم لك الحمد على السلطات وعدلت الشغل ديالنا وهذه اللهم لك الحمد. نحمده ونشكره دابا على كنشكرهم شكرا شكرا لولايه طنجه والصحافه المغربيه اللي جاءت الى هنا لتقديم مساعده لهذه المنطقه وشكرا لكم جميعا والحمد لله والشكر لله على هذه الساعه. الدار هذه كانت في الخطر كانت كتهدي علينا مشكل كبير واليوم الحمد لله جاوا طيحوها ودابا الحمد لله فهمتيني كنا شي كنقدروا ندخلوا في هذه الزنيقه هذه فهمتيني ايوا الله يرحم والديهم كنشكروا الشرطه وموالي الوقت كنشكروا الصحافه وانتم اللي جيتوا الله يرحم والديهم والسلام عليكم. حنا في الساكنه الدرادب كان هذا المواطن كان هنايا كيضر على المواطنين وكان هنا واحد الخطا دابا الحمد لله اداره السلطه واداره الدائره نظرت في العمل ديالها ودابا الارض الحمد لله توسعت وفرحانين بهذه السياده. كنا كنجوزوا من هنايا خطر وعندك الدراري ديال المدرسه صغارين دابا الحمد لله الناس كتجوز مريحه والاولاد ديالها بالكوتشيز ديالها اللهم لك الحمد. كتم اديانا شكرا على السلطات المحليه ولا عمده ديال البلاد كنقدروا ندخلوا ولا نخرجوا خايفين منها بزاف كطيع علينا والله يرحم والدين السلطات المحليه وشكرا على سيدنا وهذا هو مكان. هذه حي الدرادب هذيك الدار هذه اللي كانت غطيح راه جات الدوله وعدلت كل شيء والله يجعل بركه سيدنا ويجعل بركه السيد ولي الامر طنجه تا هو مسكين كافح معنا وجرى معنا وطيحنا هاد الدار هادي وكنشكروا الدولة وكنشكروا الحكومة والله يجعل البركة فيهم والحمد لله دابا الناس كتمشي وكتجي والحمد لله إذا بغيو الدنيا تكون. هنايا خصو يزول باقي هاد الحديد باقي خصو يزول هاد الشيء هذا راه باقي هنا شوية المشاكل باقي الأسلاك الكهربائية مقطوعة باقي بزاف ديال المسائل هنايا سمحوا فيهم خصهم يكملوا عليها كملوا عليها ما خليوش هاد المنظر هذا.